بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعيني، يا رب تكونوا كويسين وصحه جيده. معكم مصطفى قناه يوتيوب. النهارده الفيديو للاطفال، يعني اللي كل الاطفال تاجي كده، وعشان تنطق معايا الحرف بحركه الفتح. تمام، اول حاجه لازم نعرف الفتحه شكلها ازاي. الفتحه شكلها كده، يعني شرطه قاعده فوق الحرف. احنا بنقول في الاغنيه، عملت اغنيه برضو عن الحركات، بنقول الفتحه شرطه فوق الحرف، الفتحة شرطة فوق الحرف، الفتحة شرطة فوق الحرف. تمام، والحرف عندنا حرف متصل وحرف منفصل. الحرف اللي قاعد كامل كده، والحرف الناقص اللي بيشبك وراه اخواته او ليه جناح كده ودراع عشان اخواته تشبك وراه. تمام، وفي عندنا بس حروف، ست حروف المكتوبين باللون الاسود، المكتوبين باللون الاسود دول تبع الحروف الرفاصة أو الشقية أو المرفوضة اللي ليها دراع والدراع الثاني مكسور أو جناحها مكسور، يعني ليها إيد واحدة سليمة والثانية مكسورة، فهي مش بتشبك في الحروف اللي بعديها. تمام، ننطق إزاي؟ بنقول الفتحة الألف بالإشارة اليد يعني تضم شفايفك، قصدي تفتح شفايفك لفوق. عندنا الأغنية، هنقول إيه؟ ألف ألف فتحة آ آ آ آ آ با 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 تا 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 فا 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 جا 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 حا 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 خا 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 ذا را 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 داي ذا 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 سين سا 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 شين شا 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 صاد صا 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 ضاد ضا 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 طه طا 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 ظ ظ ظ ظ عين ع غين غ غ غ الإشارة بإيد آ آ آ با 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 تا 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 سا 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 جا 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 حا 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 خا 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 دا 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 ذا 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 را 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 زاي زا 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 سين سا 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 شين شا 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 صاد صا 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 ضاد ضا 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 طا 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 ظ ظ ظ ظ ميم ما 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 نون نا 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 ها 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 واو وا 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 يا 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 يا. تمام، وعندينا برضو، شايفين دي اكيد موجودة عندي في كل بيت، اكيد موجودة في كل بيت، دي اسمها ايه؟ المساكة، قاعدة في المطبخ. يعني دي بتساعد الطفل ان يفهم ازاي نطلع او ايه زي ننطق الحرف بحركة الفتح، زي الألف ألف آ، الباء باء نفتحها على الآخر، الشفايف دي الشفة اللي من تحت ودي الشفة إيه الشفة اللي من تحت ودي الشفة اللي من فوق، نفتحها من فوق باء تاء فاء
ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه ه و ي. يعني دي بتساعد الطفل انه يفهم لو هو مش عارف ازاي ينطق الحرف بحركه الفتح. برضو لو عندكم استخدموها فهموها للطفل، طيب اكيد هتكون موجوده عندكم. لو عجبكم الفيديو اضغطوا اللايك، تنسوش اللايك، عارفاكم بتنسوا اللايك والاشتراك، واشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد، وشيروا كمان نطق الحرف بحركه الفتح لو عجبكم. وبرضو الطفل اللي هيحفظ نطق الحروف بحركه الفتح يكتب لي في التعليقات ان هو حفظ، علشان انا هعمل له مفاجاه ان انا هعمل له هكتب له اعجاب، او هعمل له اعجاب وهعمل له ايه قلب عند التعليق بتاعه، قلب عند التعليق بتاعه. تمام، كانت معكم مصطفى قناه يوتيوب، اشوفكم في حلقه الفيديو الجاي ان شاء الله. هناخد الحروف بحركه الضم وهناخد الحروف بحركه الكسر. استنوني عاد، يلا مع السلامه.